14. يمكن عشان ما في ترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأكد بس. أيوه. بدأنا التسجيل، واليوم نتكلم لعملية اللانشينج، يعني بداية المشاركة في الأسهم. وقبل كده، ويمكن موجود فيديو على اليوتيوب كمان، هناك حسابات على الإكسل شيت. طبعا موجود الحسابات اللي هي على التايم شير اللي هي ليت جو، فحيصير البرنامج وليت جو يعني ممكن يكون اسم البرنامج، اسم الكورس. فقلنا عندنا الثلاجة، حددنا مقاسها، مقاس اللي هو ستاندرد في السوق بس ضعفه، يعني الستاندرد في السوق الفاليوم الحجم أقل من 90 قدم، ونحن عندنا 180 قدم، اللي هي يسموها في السوق في جدة ومكة والمدينة المنورة يسموها طبلية. فقلنا نحن الثلاجة فيها مساهمات مؤسسين اللي هم يملكوها مدة 50 سنة، 300 يوم في السنة، والسهم حقهم 15,000 دولار في هذه الإكسل شيت. وقلنا كمان في سهم ب6,000 دولار اللي هو شهرين، وهذا يطلع قيمته ضعف. كيف؟ يعني كأنه ب30,000 دولار لتلتمية يوم. ليه؟ لأنه تضرب في 5. طبعا صاحب السهم لثلاجة معينة محددة، ممكن يجي واحد ب6,000 يأخذ 5 مواقع، طبعا ما حياخذ في موقع واحد في مكة والمدينة وجدة، إذا كان يبغى يأخذ عندنا إحنا 5 مواقع هتكون في ناجي حمادي يمكن واحدة، وفي أبو حماد. طبعا الثلاجات الآن نبقى نتجاوز الكلام عنها، اللي يفيدنا منها مقاساتها والترانزاكشن. ترانزاكشن حق الإيجار نفس الثلاجة، برضو تسعيرة الإيجار في السوق معروفة، طبعا في مصر نحن ما شيكنا عليها، اللي هي الآن حاليا اللي هي النص 30 دولار، والثلاجة بتاعتنا 60 دولار. لكن الثلاجة كلها أو الطبلية صح؟ طبعا أنتوا ما بيوصل الصوت مكتوم، ممكن تهز راسك أيوة أو لا، يعني بالموافقة أو تقول كده مثلا. أنا طبعا صورتي مين واضحة عشان تشوفوني، يعني أنت ممكن تقول كده أوكي، كده أوكي، كده لا، كده اوكي، يعني صح. استاذ احمد اوكي، انت ما بتسمعني؟ عم بسمع. بلاش الحين نقعد نحسب، خلينا، لانه ما في اسئله وحتجاوب الصوت، انا فاصل الصوت. معايا استاذ احمد؟ ايوه. خلي الناس او التانيين الزملاء كل واحد يتعرف من احمد سراج. اظن مواصل صوتي. واصل. خليك معانا دائما كده، لا تلتهي عننا، على اساس نحن بنقول اشياء تعلمناها منك. فصحيح الترانزاكشن
في جدة سعره $30 لليوم؟ نعم. صحيح؟ نعم. للطبلية؟ نعم. $30؟ نعم. ما بتسمعني؟ أيوة. ما تسمع؟ عم بسمع. طيب ماشي، هي صحيح، بس احنا حبيناك يعني تتشارك. بيوصل متأخرا. طيب نستمر في الإكسل شيت. إذا نبي نعرف نحن، وأعتقد إنه هذا مو موجود في الترانزاكشن زي هو موجود مثلا في باقي البزنس. يعني مثلا لو كان في محل بيأجر بالرفوف، فهنا مثلا إيجار الرفوف عنده 1000 رف، رف من الرفوف، والرف الواحد ب100 جنيه في الشهر، صار 100,000 جنيه في الشهر. صح؟ هذا اسمه ترانزاكشن، الإيجار. فعندنا الترانزاكشن هو الإيجار، وهو فيكس ثابت. طبعا سعر الطبلية اللي هي موجودة في السوق نحن، اللي هي أقل من 90 قدم، نحن 180 قدم، 30 معناته عندنا سعرها 60 دولار يوميا، يعني ترانزاكشن يومي. لكن لما نجي ناخذ للثلاجة كلها فيها 4 طبليات تصير $240. يعني هنا قيمة الترانزاكشن اليومي. طيب كم ترانزاكشن في ال5 سنين؟ لأنه عندنا سهم التسجيل عشان يتحول لمالك 2 شهر أو 3 أو مالك 300 يوم سنة كام. فهنا عندنا سهم ثالث، لو سهم المشاركة، ما هو استثمار. هذا السهم حيصير ثمانين ضعف مثلا، فنحن حنعتبر له 20 ضعف. نجي نشوف مقابل ايش. مقابل اللي يسموه مشترك للترانزاكشن. يعني هو مو موجود الان حاليا في السوق، ما في ترانزاكشن، ما في صاحب ثلاجة بيأجر على الطبلية ياخذ ترانزاكشن. فنحن حنبدأ العملية دي. ماشي؟ ففي الإيجار طبعا ممكن الترانزاكشن بلس ولا ماينس، يعني مو مشكلة. يعني الترانزاكشن قلنا 2% على المستأجر والمؤجر، هنحسب على الوحدة 2%. كم قيمة الترانزاكشن اللي هي في اليوم؟ أنا أحسبها، شغل الكالكوليتر. ماشي، نشغل الكالكوليتر. هنا أنا بدي أبدأ أسجل في الباوربوينت ليه؟ عشان نشوف كل حاجة. تسجيلات هذه، طبعا ما زلنا معاكم والان بنسجل في الباوربوينت على الاكسل شيت اللي هي عندكم وتعرفوها.
طبعا أنا حافظها في دماغي وهي بسيطة. فنحن جينا على الآن الرغبة في المساهمة في let go للثلاجات أو في شبكة الثلاجات. فقلنا في ترانزاكشن الآن ما بياخدوا، يعني اعتبر الثلاجة زي رف في سوبر ماركت، فلما نجي أجروه يوميا ما هو معتمد في السوق، فهو إما يعتمد في الزيادة أو في النقصان. يعني البرنامج تبعنا لما نسجل الثلاجات حنخليه كوست بلس على أساس الكوست ثابت، أساس لا ينقص منه كمان، زي لما نيجي واحد يأجر ويقول لك أنا أبغى صافي، المستأجر يبغى صافي $240، فيصير نخصم على المستأجر في حالة يبغى صافي 4%، يعني يزيد الإيجار بأربعة في المية عشان نبسط الموضوع. 2% شوف هنا ما أنا سامعيني أنت في جدة سامعني يا هو أحمد سراج سامعني؟ نعم متابع. في مشكلة في التواصل سامع. طبعا أنا في حالة الكورس، الكورس هيكون أنا كل يوم أربعاء اللي هو التسجيل. خلينا نتكلم عن الحسابات وبعدين نتكلم عن كيف الكورس اللي هو عشان يشارك أي واحد بسهم يصير 20 ضعف وزيادة. يعني لو دفع السهم 1200 جنيه اللي هي تعادل كم؟ $60، تصير 20 ضعف، تصير كم تصير يا أستاذ شريف؟ 20 ضعف من $60 كم؟ $1200، 20 ضعف، وهي أزود. فنحسب كيف؟ عندنا طبعا مدة 5 سنين السهم هذا يتقفل، فيأخذ كاش 20 ضعف، زائد له كمان اللي هي 40 من دخل الثلاجة نفسه اللي هي الثلاجة. الإيجار لو كان 300 يوم، $240 ضرب، يعني هو بين 20 ضعف وبين لا على شيء، هو 2% مو شغل. فعلى شيء كم؟ 0.2 اللي هو للسهم 2%، يعني في ثلاجة حققت 8% في 5 سنين صارت كم ترانزاكشن؟ 1500 ترانزاكشن. كيف جبنا 1500؟ الترانزاكشن كم قيمته؟ 4% من 5 سنين $60 كم؟ 300 صارت، لأنه السنة 300 1500 ترانزاكشن 200 لحظة 240 $7200 من $240 4% كم تبغى تضربها مثلا في 20؟ عندنا 200 مثلا في حالة 40 اشتراك من مصر دولار مع سارة 144,000 صح، والاشتراك 1200 ضرب على 1200 هو 2% مو شغل 0.120 ضعف صح، يعني اقصى شيء 120 ضعف واقل شيء 20 ضعف. طبعا 120 ضعف يعني 120,000، فنحن لو ادينا له يعني اعتبر ال 200 ما هي موجوده، لو اعطينا 20,000 جنيه واعتبرناها 1000 لتسهيل الحسابات، بعدين عندنا 80,000 هذه ندي له ربعه صار ياخذ 40,000. وضحت؟ فهنا هذا السهم اللي يخلي الواحد، طبعا هذا يسمى كراود فند لانه كله ارتبط
بالحسابات حقت الترانزاكشن، يعني كأنه بنك. يعني في تقرير يطلع ويشوفه، ويشوف حسابه كل اسبوع كل شهر، فهمتني؟ فلو الشهر هذا استأجر حسابه ما زال يعتبر أجرت بالشهر 60 في 30 ب 1800، حسابه 1800، جاء إيجار تاني حسابك كذا، فهمت كيف؟ لأنه من يوم يدخل ممكن تأجر بعد أسبوعين الشهر اللي بعده، فيبدأ حساب عنده مقابل هذه العمليات الحساب. وهذا في 2% للبرنامج و 2% للشخص لصاحب الحساب. فإن شاء الله اتوضحت الأمور. هنقسم، نحن نبغى 6000، 6000 $60 كم يطلع؟ بعدها حنوقف، يعني خلصت 6000 في كذا، بعدها نوقف عشان نبدأ نشوف من 6000 في شهرين في ثلاثة، 60، خلينا بالدولار، $60 ضرب 6000. نحن في 4 أشخاص اللي يعملوا في هذا المجال، يعني نتمنى انه في 4 كورسات، واضح؟ طبعا الكورسات 4، يعني في كورس اللي هم ملتحقين مع شريف، اللي ملتحقين مع احمد سراج، اللي ملتحقين مع رئيس التحرير، اللي ملتحقين مع الدكتور، هذول يعتبروا تبعوا الكورسات. بس اللي يدي الكورس من احمد سراج اللي هو مدير عام الثلاثه مدن في جده، او مسؤول مدير عام البرنامج لتجو، وهنا مدير عام البرنامج في مصر لمنطقتين ناجي حمادي وكذا، يعني كمان حتى الحسابات هذه لمصلحة هذه المنطقتين. 360000 هذه ممكن بعد كده تدخل كممول للشهرين على، وعندنا 360000 في الجهة الثانية. طبعا الكاش اللي انسحب اقل من كده اللي بيخرج، يعني لو كلهم مو خارجين معناته عندنا كمان 4% 360000. يعني لو كلهم جلسوا، فهذه لما نقسمها، لا 360000 ضرب 2 720000، نقسمها على 6000 تدينا 120 مساهمة شهرين في ثلاجة، وضحت؟ طيب أصبح عندنا مكون. طبعا نحن الاشتراك السهم حيكون مقابل دفتر الأسهم، والاشتراك في الكورس ب 200 جنيه يعني صار 1400 جنيه. ال 200 جنيه عبارة عن كم دولار؟ عشرة دولار، $10 وفي $60، $10 الكورس، يعني 6000 اللي اديناكم هي هتكون $60,000، وبعدين نوقف الكورس ونطلع النتائج الرغبات، من عايز يطلع يسوي كاش عشان نطلع الحسابات، وبعدين نبدأ دورة تانية. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يكون كل شهرين في دورة إن شاء الله، وفي $60,000 عشان يستمر الكورس.
بإذن الله نقفل الاثنين. وهنا ليف. ما شاف. شفت. انت ما شفت؟ اقول باي باي. هو ما شاف. شفت يصير متأخر. متأخر. يلا. ايه كثير. ايش؟ داري. انت عشان كمان ايه وانت وانا انت مانجر سوي انت توقيف كمان ولا انا اسحب لنا من هذا. في 6000 مظبوط. وهناك 44 في 15. 2,640,000 هذه قيمة الأسهم اللي حيشاركوا اللي هي اسمها SPY اللي هي شهرين في السنة مدة 50 سنة. الثانية اللي هي التأسيسية هذه الأسهم ترانسفيربل تتحول من اسم شخص لشخص قابلة للتحويل يعني ممكن يبيعها احنا ما دخل يقول ارسل لنا حولوها باسم ده اي وقت ان شاء الله بعد 6 شهور. واضح؟ واضح. بقي اللي ما تتحول اسمها THPY بير يير اللي هي 300 يوم بير يير طبعا لمدة ملكية 50 سنة. كم عددها؟ 44. كم قيمتها؟ 660,000. أجمع الاثنين مع بعض. 3,300,000. 3,000,000. احتمال نبدأ العمل من 20% ينباع. نبدأ على التنفيذ. يعني أول غرفة هتتنفذ وكل مثلا غرفة تتنفذ بعد 6 شهور تكون جاهزة. انتهى. هذه خطة تلك. واضحة؟ هي عد لي الخطة يا أستاذ أحمد. عد لي الخطة وحط الميكروفون تحت هنا عند الميكروفون ده عشان صوتك يطلع عالي. يلا أضخم صوتك. صوتك بشويش يطلع. صوتي بشويش يعني لو تكلمت بشويش لا لو تكلم حيطلع مضخم لاني حاطه الميكروفون هنا عند ال انا حاطه الميكروفون عند الميكروفون حق اللابتوب. يلا يعني اخفف صوتي ولا اعلي صوتي؟ خفف صوتك علي صوتك زي ما تحب بس لا تفقع السماعه. انا بساعدك. يلا بسرعه بسرعه ترى التسجيل طال انا مش عايزه يطول. عندنا نوعين من الأسهم. أسهم لا تتحول يعني سميناها THPY مظبوط مدتها 300 يوم في السنة لمدة 50 سنة. مدة 50 سنة تملك لا تقبل التحويل يعني لا تباع ولا تشترى. نعم. قيمتها حتكون 3,000,000. لا معليش كيف جبتها؟ كم عددها أول شيء؟ 44. عددها؟ إيه. 44. إيه. عددها 44. ضرب 15,000. أدينا النتيجة. 660,000. القيمة الكلية. 44. نروح للثانية اللي قابلة للتحويل. يلا. كم سهم؟
واسم السهم 440 سهم. ايش اسم السهم؟ SBY. 440 وخلينا 40 هدية لكل 10 واحد، واضح؟ قيمة السهم 6000. لما نضربها في 400، لا 6440 يطلع كم؟ 2,640,000 في 6000 2,640,000 نضيفها على الثانية، صارت الخطة بالكامل 3,300,000. جميل؟ في عندنا في الخطة هذه اللي هي 40 سهم، هي دي اللي قابلة للتحويل، هذه أنت تملكها وقيمتها 40 في 6000 بكم؟ يعني نملكها نحن كهدية، يعني ممكن نعطيها لأحد يسوق لنا. بس عموما نحن نبغى التسويق يكون تروح للناس الثقة، سواء ال 15,000 ولا 6000، ناس يثقوا فيك. ليه؟ ما نبغى نتأخر. حنسوي لكم بروشور كامل يوضح كل شيء، واضح كيف الخطة الاستثمارية وكل، وحيكون على البي دي اف وعلى ورق. اللي على ورق في استمارة تتعبى، لازم نوقع عليها الخمسة زائد الشخص، واضح؟ نوقع الخمسة نحن. قد تكون 4 صفحات، قد تكون كذا، زائد بروشور، يعني تكون ممكن 15 صفحة ولا 20 صفحة، زي البروشور اللي انعرض علي أنا في تأسيس مصنع اسمنت وتم تأسيسه. انعرض علي سهم من قريب إلا المؤسس، واحد من المؤسسين. طيب أوقف التسجيل.